السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا سنة أولى؟ معلش احنا متأسفين بس كان في عطل كده بنصلحه. دلوقتي إن شاء الله هناخد مراجعة اللي احنا خدناه في شهر إبريل. أنا كاتبة لكم الموضوعات سواء كان جغرافيا أو تاريخ علشان تسجلوها عندكم. الموضوعات في الجغرافيا هي درس النبات الطبيعي والحيوان البري، الدرس الثاني أخطار من باطن الأرض زلازل وبراكين، تمام؟ طبعا انا هخفي الصوت وبعد كده هناخد الاجابات يعني طريق الشات، تمام. التاريخ بقى الحياه الثقافيه والفكريه اللي هي العلوم والفنون والعماره، الاسكندر في مصر، مصر تحت حكم البطالمه ومصر تحت حكم الرومان، تمام. هي دي الاسئله الجايه في الموضوعات دي، تمام. هنبدا بقى بالجغرافيا كده، بسم الله. تمام، بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. طبعا احنا عارفين شكل امتحانات الهجة. من العوامل المؤثرة على تنوع النبات الطبيعي، ايه العوامل اللي بتؤثر على تنوع النبات؟ اختلاف، طبعا انت عارفين النبات الطبيعي ونبات بينمو دون تدخل انسان. طيب عندي مثلا الغابات، عندي الحشائش، عندي نباتات الصحاري. طيب تنوع النبات الطبيعي نتيجة لاختلاف ايه؟ زاوية سقوط أشعة الشمس، ولا مناطق الضغط الجوي، ولا اتجاه الرياح على سطح الارض، ولا الموقع بالنسبه لخطوط الطول؟ طيب انا اشوف كده على الشات ايه. تمام، رقيه، تمام. مين تاني؟ مش مذاكرين ولا ايه؟ ماشي، مريم اسماعيل، تمام. محمد عمر، لا محمد عمر فكر شوي. تمام. طيب يبقى من العوامل المؤثرة على تنوع النبات الطبيعي اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس، هي دي اللي بتقسمني زي ما قلنا كده. ماشي، تمام. زي ما قلنا كده ان الشمس بتأثر على يعني اللي هي زاويه سقوطها سواء كانت عموديه او كانت مائله على دوائر العرض، مش على الموقع بالنسبه لخطوط الطول. يبقى هنستبعد مناطق الضغط الجوي واتجاه الرياح والموقع بالنسبه لخطوط الطول، هي اختلاف زاويه سقوط اشعه الشمس. طيب الغابات هي تجمعات شجريه ضخمه وكثيفه، نتيجه ايه؟ ارتفاع درجه الحراره، ولا غزاره الامطار، ولا تفاعل الانسان مع البيئه، ولا نوع التربه؟ تمام، برافو إياد، برافو سمية. ماشي، ملك، محمد عمر، برافو. ماشي، وعمر، برافو. تمام. يبقى ده بيبقى نتيجة إيه؟ غزارة الإيه؟ الأمطار. قلنا بيختلف النبات الطبيعي من غابات أو حشائش أو نباتات صحراوية حسب كمية المطر. طبعًا طالما الأمطار غزيرة يبقى هينمو غبي. طيب أي من الغابات الآتية تختفي في قارة إفريقيا؟ يعني هي مش موجودة في قارة إفريقيا. النفضية، الاستوائية، الموسمية، البحر المتوسط. تمام، لا سمية، حاولي سمية تفكري تاني. مريم، برافو. لا نادية، لا محمد عمر، برافو. هي النفضية. مريم اسماعيل، برافو. تمام ماشي. يعيش حيوان الرنة فين؟ حيوان الرنة بيعيش فين؟ في الغابات الاستوائية، حشائش السافانا، حشائش الاستبس، حشائش التندرا. تمام؟ فين؟ برافو عليكم. لا مش الاستبس، مش الاستبس. تمام. طب تمام، حيوان الرنة من الحيوانات اللي بتعيش في المناطق الباردة. تمام، يبقى الإجابة هيكون حشائش التندرا. المنطقة التي تبدأ منها الموجات الزلزالية بتسمى ايه؟ خط الصدع، خط الاحتكاك، المركز، الصخور المنزلقه. المركز، برافو. المركز، لا يا هاجر، المركز. ناديه، لا يا ناديه مش خط الصدع، هو المركز. تمام، يبقى المنطقه اللي بتبدا منها الزلازل بتسمى المركز.
طيب يصنف مقياس ريختر انواع الزلازل حسب ايه؟ زمن حدوثها، اماكن حدوثها، اثارها الايجابيه، قوتها التدميريه. تمام؟ يبقى بيصنفها على حسب ايه؟ على حسب قوتها التدميريه. برافو عليكم، عشان عندي ضعيف وقوي وشديد التدمير. طيب الإبل من الحيوانات التي تعيش فين؟ هو تقريبا كان في سؤال من فوق كمان. أو الجبين. طيب الإبل من الحيوانات التي تعيش فين؟ ناخد الشاب عشان كده بحب السلايدات تكون قدامي. طيب من النباتات الصحراوية التي لها القدرة على تخزين المياه، الفلين، المهوجني، الكاكاو، التين الشوكي. ها يلا فكروا كده. تمام، التين الشوكي عندنا، الصبار والتين الشوكي فعلا. طيب بس احنا هناخد التين الشوكي. الإبل من الحيوانات التي تعيش فين؟ الحشائش الحارة، الحشائش المعتدلة، الباردة، ولا الصحاري؟ الحيوانات اللي بتعيش فين؟ في الصحارى. تمام ماشي. المناطق الواقعة تنمو أشجار نقط في الغابات النفطية، أشجار الزان، الفلين، المهوجني، الصنوبر. تمام. الغابات النفطية اللي بتنفض أوراقها في فصل الخريف والشتاء، ها من أهم أشجارها، من أهم أشجارها فعلا الزان. تمام، الزان والبقدونس. ماشي، بس هو جايب لي هنا طبعا اختيار واحد. تمام، يبقى هو الزان. المناطق الواقعة بين دائرتي عرض 30 إلى 45، معلش في غلطة، هي دي 45 شمالا وجنوبا غرب معظم القارات، بتنتمي إلى إقليم إيه؟ هو أنا حبيت أجيبها بس علشان تفتكروا دايما الأقاليم المناخية وتربطوها بالأقاليم النباتية. بتبقى تبع إيه؟ 30 إلى 45. ها ماشي برافو يا هاجر يا مريم، برافو. تمام، مناخ البحر المتوسط اللي هو مناخ اقليم المناطق المعتدل الدفيئه. بيتميز الاقليم المناخي ايه بارتفاع الحراره وغزاره الامطار طوال العام؟ يعني حراره طوال العام، امطار طوال العام. ده اقليم سهل جدا. الاستواء. تمام، لا يا ملك مش الموسم، ماشي الاستواء. الاستواء يا سمية، انت عامله علامة استفهام ليه؟ الاستواء. تمام، هو انا بس حبيت اجيب لكم السؤالين دول من الاقاليم المناخية عشان تربطوه بالاقاليم النباتية، عشان الاقاليم الاستوائية. لكن ده طبعا مش داخل في الامتحان، انا بس يعني بقول لك ان اللي داخل فيه زي ما قلت لك كده في الاول، اللي هي زي ما شفنا كده، اللي داخل لنا في الامتحان النبات الطبيعي والحيوان الايه البري، النباتات الطبيعيه الاقاليم النباتيه يعني. تمام. طيب بيتميز المطاط والكاكاو من اهم اشجار ايه؟ الغابات الاستوائيه، الغابات الموسميه، غابات البحر المتوسط، الغابات الصنوبريه. تمام. طيب يبقى المطاط والكاكاو، في كمان المهوجني، من اهم اشجار الغابات الاستوائيه. ماشي، برافو عليكم. تمام. طيب بتعيش الضباع والاسود فين؟ الضباع والاسود بتعيش فين؟ الغابات الاستوائيه، حشائش السافانا، الستبس، التندرا.
تمام، برافو عليكم، عشان عارفين ان حشائش الاستبس هي عبارة عن حديقة حيوان طبيعي. تمام، اتفقنا اتفقنا، قلت الاستبس، معلش انا بس عشان الاسئله قدامي كتير عايزه انجزها. هي السافانا، حشائش السافانا اللي هي تعتبر حديقه حيوان طبيعي بيعيش فيها حيوانات اكلت العشب واكلت اللحوم، فعشان كده الضباع والاسود من الحيوانات اللي بتعيش في حشائش الاستبس. طيب، من الاخطار الباطنيه اللي بتحدث في باطن الارض، الزلازل ولا الاعاصير ولا الفيضانات ولا التصحر؟ اخطار، احنا في اخطار طبعا بتحدث في باطن الارض وفي بتحدث فوق سطح الارض. ماشي، الزلازل. تمام، برافو. طيب، من الاخطار الطبيعيه التي تتعرض لها منطقه الاخدود الافريقي، منطقه الاخدود الافريقي زي ما وريتها لكم كده على الخريطه المره اللي فاتت واحنا بنشرح، قلت لكم دي بتتعرض لحاجتين، سيول والفيضانات، التصحر والاعاصير، الزلازل والبراكين، ولا الانهيارات الجليديه والسيول. طب نشوف كده الشطار هيجاوبوا يقولوا ايه. ماشي، برافو عليكم، هي مناطق الزلازل والبراكين. برافو، عايزين ناس جديده بقى غير ملك و يعني هم نفس الاسامي. ماشي، رقيه برافو، جانا برافو. طيب، يطلق على اسم حلقة النار على سواحل المحيط ايه؟ حلقة النار على سواحل المحيط ايه؟ تمام، برافو عليكم. تمام، اللي قلنا شرق قارة آسيا وغرب الأمريكتين، تمام، اللي هو المحيط اللي الهادي. تمام، يطلق اسم حلقة النار على سواحل المحيط الهادي. طيب، من المناطق التي تصنف على أنها أماكن محتملة لحدوث الزلزال، في ناس كانت مره كاتبه لي او سالتني تقريبا بنوته كده سالتني قالت لي هو الاماكن دي لازم احفظها؟ قلت لها طبعا لازم تتعرف عليها على الخريطه زي ما انا شرحت لكم على الزوم، وان كنتوا تعرفوها تعرفوا الاماكن طبعا، عشان جالك سؤال زي كده هتقول ايه؟ ايه الاماكن اللي هي محتمله حدوث زلازل فيها؟ غرب افريقيا، غرب اسيا، غرب الامريكتين، شمال اوروبا. تمام، برافو برافو يا تسنيم. ماشي يوسف، ها مريم، تمام، هو غرب الامريكتين. لا يا اياد، لا يا إياد، مش غرب افريقيا. تمام، ماشي، ليه غرب الامريكتين. طيب، احنا كده خلصنا الجغرافيا، نبدا بقى في التاريخ. طيب، ظهر التفوق العسكري للاسكندر الاكبر على الفرس لاول مره فيه، ظهر التفوق العسكري للإسكندر الأكبر على الفرس لأول مرة في مصر ولا فينيقيا ولا سوريا ولا آسيا الصغرى. تمام، تمام، في آسيا الصغرى. برافو عليكم، برافو عليكم. لا لا يرضينا، هنغيرها نخليها آسيا الصغرى. تمام، بيرجع تسمية الإسكندر الأكبر بأعظم الفاتحين إلى اتساع دولته ولا انتصاراته الداخلية ولا كثرة إنشاؤه للمدن ولا سيطرته على مصر؟ إيه سبب إن هو لقب بأعظم الفاتحين؟ بالظبط كده، لاتساع دولته، إن هو سيطر على أماكن كتير، على آسيا الصغرى وعلى فينيقيا وعلى أماكن كتير. بالظبط كده، يبقى نتيجة لاتساع دولته. أول المناطق التي استولى عليها الإسكندر في مصر كان دمياط، تل الفرمة، الاسكندريه، منف. بالظبط بالظبط، تل لا لا يا رقيه، مش الاسكندريه، اللي هي تل الفرمة. تل الفرمة دي اللي هي شرق بورسعيد حاليا. طيب، دفن الاسكندر في مدينه ايه؟ منف ولا الاسكندريه ولا طيبه ولا سيوه؟ تمام تمام، لا لا يا عمر، مش منف، ماشي، هي الاسكندريه. يبقى دفن الاسكندر الاكبر في مدينه الاسكندريه. من المدن التي اقامها البطالمه في مصر، مدينه، احنا من ضمن يعني انشاءاتهم في مصر او من ضمن الحضاره اللي تركوها ان هو بنوا مدن وخدت الاسامي الاغريقيه اللي هي مدينه نكراتيس. تمام،
ونحفظ كمان هي في البحيرة، برافو عليك، في البحيرة، عشان ممكن يجيبها لي ويقول لي هي فين، في محافظة إيه حاليا. تمام. طيب تبدأ مرحلة الضعف في دولة البطالمة بعهد الملك مين؟ كليوباترا السابعة، بطليموس الثالث، بطليموس الرابع، وأنتونيوس. بطليموس الرابع. تمام، عشان عارفين من الأول للثالث دي كانت مرحلة قوة دولة البطالمة، من بعد الرابع اللي هو كليوباترا السابعة بدأت مرحلة الضعف. طيب تحالفت كليوباترا مع القائد الروماني بطليموس ولا أكتافيوس ولا أنتونيوس ولا نيرون؟ تمام، برافو عليكم. تمام ماشي. شيد البطالمة معبد الإله حورس فين؟ تمام، في منف ولا أون ولا إدفو ولا نكراتيس؟ برافو جومانا. تمام، لا مش منف يا عمر، في إدفو. تمام. طيب شوف بقى الأسئلة الثانية. احتلت مدينة إيه المركز الثاني في العلم والثقافة في عصر الرومان؟ روما، بيزنطة، الإسكندرية، نكراتيس؟ الإسكندرية، برافو، هي الإسكندرية بعد روم. طيب تم بناء مكتبة الإسكندرية في عهد بطليموس الأول، الإسكندر الأكبر، بطليموس الرابع، كليوباترا السابعة. تم بنائها، هو ما قالكش انتهت منها، تم بنائها فين؟ في بطليموس الأول. تمام تمام. استخدم الرومان اللغة إيه في الجيش؟ طيب تمام، هكمل أنا الإجابات بس عشان خاطر إيه الوقت. تمام. طيب استخدم الرومان اللغة اللاتينية في الجيش. من أهم مؤرخي جامعة الإسكندرية عندنا المؤرخين هو مانيتون اللي هو قسم الأسرة التاريخ المصري إلى 30 أسرة. أصغر الوحدات الإدارية في مصر في عهد البطالمة كانت تسمى كوم. من الصناعات التي احتكرها البطالمة في مصر صناعة الزيوت، من الزيوت والمنسوجات، لكن منسوجات صوفية تركت للشعب. انتهت دولة البطالمة في مصر مع نهاية حكم كليوباترا السابعة. طيب من عجائب العالم القديم، من عجائب العالم القديم التي أسسها البطالمة هي منارة الإسكندرية. طب تمام، يعني أعرضها لهم. طيب تمام، هنعرض لكم الأسئلة دي بس عشان خاطر الوقت كده انتهى. تم الانتهاء من بناء منارة الإسكندرية في عهد بطليموس، الانتهاء، تم الانتهاء منها في عهد بطليموس الثالث، هو بدأنا في الأول وانتهت في الثالث. كانت مصر من نصيب مين بعد وفاة الإسكندر الأكبر؟ كانت من نصيب بطليموس الأول. انقسمت الإمبراطورية الرومانية بعد مقتل حاكمها مين؟ يوليوس قيصر. حرم الرومان مين من الاشتراك في حكم مصر؟ المصريين. يعد مين من المنشئات المعمارية التي أقامها الرومان؟ اللي هي أقواس النصر. أصبحت مصر مزرعة للقمح تزود به روما لتوزعه على سكانها. طيب عشان بس هنا برضو في بعض الأسئلة هعرض عليكم. التقويم الشمسي من إبداعات المصري القديم في علم الحساب، الأهرامات لعلم الفلك، الأهرامات دليل على تقدم المصريين في علم الهندسة، من المعابد الجنائزية عند المصريين القدماء اللي هو رمسيوم. المرحلة الثالثة من مراحل تطور المقابر في مصر القديمة تمثلت في الهرم المدرج. تعد مقبرة الملكة مين من المقابر التي تمثل إبداع الفنان المصري اللي هو في الرسم على الجدران اللي هي الملكة نيفرتاري. كانت مدينة الإسكندرية مركز إشعاع حضارة الحضارة الهندسية. كده أنا قلتها لكم بالإجابات بتاعتها عشان لما تنزل لكم. ماشي، وإن شاء الله ربنا يوفقكم، وكل سنة وإنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.